الفندق. المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية حول وجود شخص يقوم بتخزين مادة السكر في مستودع بقرية إباشيرن بلدية واد غير، بعد التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية وأعوان مديرية التجارة، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم وضع خطة محكمة ومداهمة المستودع. العملية أسفرت على توقيف شخصين حجز أزيد من 32 طن من مادة السكر بعد الاستفسار مع صاحب المستودع وطلب الفواتير الخاصة بهذه السلعة. أكد بأنه لا يحوز على أي فواتير ليتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق في جنح المضاربة الغير مشروعة وانعدام الفوضى. تم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم المعنيان أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية.